Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pichi Mignon. اليوم ان شاء الله نديرو ليمول بصوص طوماط. قبل ما نطيبوها نحكمو ليمول تاعنا نبيتوهم اون مي كومبليت في الماء تاع الغوبيني نورمال ونقعدو نبدلو في هذاك الماء شاك 4 ولا 5 اور. ومن بعد ولا كانوا فيهم دي زالك حشيش نجبدوهم دان كوسا كي تنحاو، اما هذوك اللي لاصق من الفوق هذوك حشاك من الوسخ هذوك باش كومون لافال هذاك نكرطوه بالموس يكون يولي طري كي يكون بات في الماء دونك يتنحى لنا فاسيلمون. هاهم ليك مول ما نقيتهم لي مول كيفاش يولو لنا. نوجدو اون صوص طوماط توت سامبل، قيس دو كويارا سوب تاع الزيت. انا هنا استعملت كولي طوماط، نتوما تقدرو تستعملو طوماط فخاش. انا درت قيس ان دومي فار هكذاك، دزت عليها المغرفة كبيرة تاع التوم لي كنت رحيتها وجدتها انا ديجا جو لا كونسيرف او ريفريجيراتور، مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل، ومغرفه كبيره تاع فلفل عكري والرند وزعتر بيان سو. نخلطوهم قاع بيان، كل واحد ولا ميثود تاعو. بون راني نوريكم لا ميثود تاعي كيفاش نديرهم. مور ما نخلطوهم بيان يتقلاو لنا شويه نزيدو عليهم قيس نص كاس تاع الماء، نحركوهم ونبداو نحطو في ليمول تاعنا. اي تبانكم بلي لاصوص كاين غير شويه، مي كي نحطو ليمول هما تا كيزيدو يتلقو الماء دونك يولو جوج جوج. المهم كيما نحط كاع ليمول تاعي نخلطهم باش تقيسهم كاع لاصوص، ونغلق لا كوكوت تاعي 15 مينوت. 15 مينوت يكونوا واجدين لي مول تاعنا. كي نلقاو لي مول تاعنا بلي تفتحوا نعرفوا بلي سي بون راهم واجدين. هم لي مول تاعنا في طبق التقديم. ا تري بيان.